السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيد تكملة الفيديو السابق على قص الصورة. الآن دخلنا على هذا، مثلا دخلنا على هذا زي ما قلنا أول، وعشان بالخطوات السريعة ما نتأخر، ولا لأن الفيديو عندي يقطع، ما مش عارف ليش. اخترنا جودة الصورة، تختار هذه الأولى فيزا أمريكا، اخترنا هذه الأولى 300 بكسل، تمام. تضغط على هذه الخضراء، تضغط على هذه الزرقاء. كملنا لك على حجم الصورة أن تكون 600 في 600. رحت أنا لعند صاحب التصوير أقول لكم، قلت له صور ابني 700 في 700 بكسل أو 800 في 800 عشان أعدل أنا، ونزلت هذا التطبيق قلت عشان أعدله، بنشوف نحن هو يتعدل ولا لا. وين جاء صورة الشيخ؟ الشيخ وسام، الشيخ وسام عدوها. نعدل صورة وسام إلى 600 في 600 بكسل، بعدها نرجع نقدم باللوتري بالجوال، عشان عندي بالجوال خلاص محفوظة، تعتبر يعني 100%، لا ينقص لا ميجا ولا شيء. الحين نعدله، الصورة واضحة، تروح عند صاحب الست تقول صور 600 في 600 أو 700 في 700 أو 800 في 800، ترجع تدخل على هذا قلنا 300. الحين تعمل نفس هذا، تخلى الراس وسط الدائرة مع الأذان شوية تحت الدقنة. نعمل زي ما قال، اها كذا بين، تمام. الدقنة باينة، نرفع شوي، وين تمام. تعمل سوبو، تعمل نكست، الحين الصورة واضحة 100%، تمام. قلق حجم الصورة، تمام. خلفية بيضة، تمام. تعمل سلف، حظ، أنا أشوف جي بيجي، تمام. بصيغة جي بيجي، حظ حظ يا صاحبي حفظك، خلاص. تعمل جي بيجي، تعمل سلف، شوف بصيغة جي بيجي 120 ميجا بايت، 100%، أقل من 240 ميجا، تمام. خلاص الحين تعتبر الصورة صورة 100%. خلاص الصورة هذه وهذه نفس كله سواء. الحين بس اللي أوريكم كيف تسووها. خلاص الحين هذه تمام. شوف عند تبقى عند العمل المتعجب 600.